في مرة من المرات كان في راجل مجنون اختطف طفل صغير وطلع فيه على مكان عالي يقال انه هو مثل المأذنة، مثل مأذنة الجامع، مثل مأذنة الجامع. ولما طلع فوق صار يصرخ انه انا رح ارمي هذا الصغير من فوق. حاولوا الجميع، اجى الكبير والفهمان والمهندس وجنود الملك والى اخره والملك وكل الدنيا، يحاولوا ينزلوه يخوفوه، يقولوا له رح نعمل لك، رح نقتلك، رح نسوي لك، حتى يقولوا له رح نجيب لك أكل ورح نجيب لك ورح نسوي لك. كل أدلى بدلوه أفتى وكلموا من الملك مجنود ومهندسين ومش عارف مين أذكياء ومستشارينه إنه يقنعوا هذا المجنون إنه ينزل ما يرميش هالطفل ما يرتكبش هالجريمة. ما حدش قدر عليه. للحظة من اللحظات إجا واحد قاعد بيجري، هذا الواحد مجنون أيضا، فقال لهم أنا بقدر عليه، أنا بقدر عليه، أنا بنزله. لا ولا وكيف تنزله أنت مجنون مش عارف إيش. الملك قال أعطوه فرصة نشوف كيف بده يقنع المجنون اللي فوق ينزل وما يرميش الطفل اللي معه يقتله. إجا هذا المجنون وقال هاتولي منشار كبير، هاتولي منشار، منشار اللي بينشر، هاتولي منشار كبير. فالجماعة استغربوا، الملك استغرب، مستشارينه صاروا يتأففوا، اقتلوا هذا مجنون يا ملك ما تردش عليه. الملك قال هاتوله منشار كبير. جابوا للمجنون اللي تحت هذا منشار كتير كبير، ولما جابوا له المنشار المجنون اللي تحت على الأرض اللي ماسك المنشار كلم المجنون اللي فوق على المأذنة وماسك الطفل بده يرميه، قال له بدك تنزل؟ قال له لا ما رح انزل. قال له المجنون اللي تحت يا بتنزل يا اما رح انشر المأذنة بالمنشار ووقعك انت والمأذنة وتموت. طبعا حل اهبل، مجنون اللي ماسك المنشار مجنون واللي فوق مجنون، فهذا المجنون تحت قال له بدي انشر المأذنة الكبيرة اللي من خرسان بطون منشار خشب بدي انشرها، وبالتالي هي رح توقع وانت تموت. اذا بتنزلش رح انشر المأذنة وانت توقع تموت. المجنون اللي فوق خاف ونزل. قصة يمكن الهدف منها القصة انه المجنون هو اللي قدر على المجنون، مع انه الاثنين مجانين. مجنون هو اللي قدر ينزل المجنون مع انه هما الاثنين مجانين، مع انه في مستشارين وفي مهندسين وفي اطباء وفي ملك وفي رئيس وفي 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 ما قدروش يقنعوا هذا المجنون. مين اللي اقنعه؟ مجنون زيه. فالأحيانا اللي بدنا نحكيه، الهدف من هذا الكلام اللي نحكي لك إياه، إنه اثنين. أول شيء زي ما إحنا عندنا مثل بنقول أعطي الخبز لخبازه، أعطي الخبز لخبازه، يعني صاحب الشغلة أحيانا بيعرف أكثر ناس تخين، ولكن أحيانا ما بيعرفش زي ما بيقولوا ما بيعرف نقاط حارس المرمى إلا نقاط ضعف حارس المرمى إلا حارس مرمى مثله، وفي أمثلة كتيرة بتنقال. ولكن الهدف انه بخليك دائما حاول تفكر خارج الصندوق. في حاجه بنحكي عنها، فكر خارج الصندوق اللي عم يمنعنا اليوم احنا كعرب بالذات ان احنا نفكر خارج الصندوق. نحن ما بنعترفش فان احنا نعطي فرصه للناس اللي احنا بنفكر انه بنفعوش. مجنون، مين بده يصدق انه مجنون بده ينقذ طفل صغير مع مجنون تاني فوق بده يرمي؟ ما حدش راح يصدق. يمكن انا كمان، ولو انت كنت مكان ملك او مكان اي واحد، ما حدش راح يصدق. مجنون انت، اقعد على جنب. اقعد على جنب. احيانا ما بيجيبهاش الا اللي انت ما كنتش متوقعه، كان صغير كان كبير الى اخره. اليوم نحن كشباب قاعدين بنحكي للدول العربيه انه يا عمي اعملوا هيك، عم نحاول نساعد، عم نعطي افكار، ولكن انت صغير، انت شاب صغير لسه مش فاهم، اقعد. انت شاب صغير يا دوبك في اول ثلاثيناتك في عشريناتك، انت مش فاهم حاجه، يا دوبك رحت لنا على باريس او رحت على مش عارف وين دوله اوروبيه عملت كذا، صرت على حالك فيلسوف، انت لسه صغير بالعمر ما بتفهمش، اسكت. لا لا، قد يكون واحد اصغر منك كتير افهم منك، قد يكون واحد اقصر منك، قد يكون بيعرف كتير اكثر منك وانت اطول منه، ممكن يكون واحد بنيته صغيره ولكن أقوى كتير منك وانت عامل زي الدب.
وعندك عضلات، كل واحد يجي زي هيك، واحد عنده عضلات يكسر له راسه. فخلينا اليوم تفكير خارج الصندوق، خلينا نسمح نحن نقبل الأشياء اللي عقلنا متعود إنه ما يقبلهاش، وخاصة حكاية إنه نو أنت ما بتنفعش، أنت صغير فأسكت، أنت بنت فأسكتي ما بتنفعيش، أسكتي يا مرة، أسكت أنت لساتك صغير، نو. وبالذات بالذات الأب والأم اليوم اللي عندهم أطفال، حاول دائما تشجع صغارك إنه يحكي آرائهم، لأنه أنت لما تسكته بتكون أنت قتلت شخصيته، وهو بكرة حيصير يعمل زيك مع أولاده. أنا أنت مش بس قتلتهم، لكن قتلت حتى أولادهم. شجعوا أولادكم كتير على أنهم يعطوا رأيهم، على بناتكم، على نسائكم، على صغاركم، على اللي عقلهم على جنبهم. خليه يحكي، ولكن طبعا تكلم دائما بالحدود. هذا جدا بيشجع على ثقة بالنفس. إنه عندنا مشكلة معضلة كبرى اليوم في العالم بكل مكان. كثير من الناس اليوم، وأكثر من 50% من العالم، مش عارف قديش النسبة بس تزيد بكثير عن 50%، عندهم ثقة بنفسهم. بحكيش عرب أو أجانب، كل العالم كله أجانب وعرب ومين ما يكونوا عندها مشكلة كبيرة بالثقة بالنفس بسبب البيت، مش بسبب التربية والتعليم، بسبب اللي شافوه في البيت. فإن شاء الله نكون قدرنا نعطيكم نصيحة للأب والأم في البيت، إنك تحاول دائما تشجع أولادك إنه يدلوا بدلوا، و always give it a try أو give someone that try أو that chance to try. يعني دائما خلي الناس تعطي رأيها أو جرب هي كمان يمكن تزبط معها. نلتقيكم في فيديو آخر، إن شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ لنا أبنائنا، ونقدر نحن نساعد أنفسنا، نحن نقدر نربي أولادنا صح. تحياتي.